على هذه الغارات يستيقظ سكان العاصمة صنعاء، فتمتلئ سماء المدينة بالسحب، وعلى الأرض يكبر الدمار والخراب، كأن الحياة شبه أنقاض هنا ولم تعد ترى إلا من ثقب إبرة أو حجر. لا تتوقف طائرات التحالف العربي عن تنفيذ أهدافها ضد مواقع ومعسكرات الميليشيا في مناطق متفرقة. تتفاعل العملية التي تنفذها دول تتفق على حتمية استعادة الشرعية للبلاد وإنهاء الخطر الذي ينمو في خاصرة المنطقة، فيتسع بنك الأهداف ويتكرر. خلال الساعات الماضية فقط شهدت العاصمة صنعاء سلسلة غارات هي الأعنف، استهدفت معسكر النهدين ومواقع ومخازن أسلحة في جبل نقم. وفي مديريتي الوازعية والمخاء شن التحالف غارات استهدفت تجمعات وآليات عسكرية للميليشيا، بالإضافة إلى استهداف مواقع في مناطق متفرقة من محافظة تعز. في البيضاء استهدفت مقاتلة التحالف آليات عسكرية للميليشيا بمناطق عريب وبركان وأمزون وبالقرب من كريش، وقصفت بغارتين معسكر اللواء 26 ميكا حرس جمهوري المتمركز بمديرية سوادية. التحالف أغار أيضا على المجمع الحكومي بمديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، والذي حولته الميليشيا إلى ثكنة عسكرية، كما استهدف معسكرات ومواقع للحوثيين بمحافظة صعبة معقل الميليشيا. أكثر من 6 أشهر وسماء البلاد مسرحا مفتوحا لطائرات التحالف، فيما تشتعل المدن بحرب الميليشيا، وبين هذا وذاك تتقلص فرص الحياة لدى المدنيين. فمنذ بدأت الحرب وحتى اللحظة لم يمر الشفق من على بلادنا.